منتخب مصر لكرة اليد للناشئين تأهل إلى الدور الرئيسي في بطولة العالم المقامة حاليا في كرواتيا، فاز النهاردة على منتخب أيسلندا القوي 33-30 عشان يتصدر مجموعته الثالثة بعد الفوز في مبارياته الثلاثة. مشوار منتخبنا كان في المباراة الأولى لعب قدام اليابان وكسب 40-32، وفي المباراة الثانية كسب المنتخب التشيكي 28-22، وفي المباراة الأخيرة فاز اليوم على أيسلندا 33-30. أنا فرحان، أنا حقيقي بفرح بمنتخبات كرة اليد كلها، دايما مفرحنا. النهارده كنت بتفرج على مباراة أيسلندا رغم إن احنا بدايتنا فيها ما كانتش جيدة وكان أيسلندا بتفرق بكم هدف، بس بتلم نفسك وبتتألق وبتفرق في الشوط الثاني والأمور حلوة، وتحس إن منتخبات كرة اليد دايما في مصر حرفيا جيل بيسلم جيل. أنت ما تجيش تقول إيه ما خلاص بقى الجيل الذهبي ده راح وعقبال ما نكون جيل ذهبي تاني، لا، منتخبات كرة اليد في مصر كلها أجيال ذهبية، كلها أجيال حلوة، أجيال تفرح ومشرفنا دايما بصراحة يعني. طيب معايا عبر الهاتف الآن كابتن كرام كردي من كرواتيا، رئيس بعثة منتخبنا الوطني للناشئين منتخب كرة اليد. يا فندم منور ومشرف، فرحتونا وشرفتونا حتى الآن. الله يبارك فيك كابتن كريم. ده احنا السعداء ان احنا بنفرحكم، وسعداء ان احنا بنرفع اسم بلدنا اللي فعلا مش قادرين نوفيها حقها. انتوا من اول البطوله يا فندم الاداء ممتاز جدا، وكل مره اقول ايه المباراه دي يمكن كانت سهله شويه، احنا مجموعتنا سهله شويه، كل مباراه يعني اليابان اقل من تشيك والتشيك اقل من ايسلندا، كل مباراه تخشها تقول ايه لا احنا هنقع في دي بقى، احنا ممكن كنا كويسين في دول بس هنقع في دي، لكن احنا ما شاء الله على رجالتنا وشبابنا اداء كله حلو. هو الحمد لله الاولاد مجموعه كويسه جدا، ومجموعه اتعمل معاها شغل مع الناس اللي قبلينا اللي يعني المسؤوله كانت قبل الجهاز ده، والجهاز ده جه كمل كابتن ألفي وكابتن وائل عبد العاطي ومعاهم كابتن وليد عبد المقصود وحازم حامد محلل فني وكابتن وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى والدكتور روماني ده للعلاج الطبيعي. المجموعة ملمومة بطريقة جميلة جدا، الولاد مؤدبة، الولاد ملتزمة، الولاد عارفين ايه اللي عليهم قبل اللي ليهم. جيل بإذن الله هيشرف مصر في السنوات القادمة، وجيل هيبقى متكامل، لأن حضرتك مفيش واحد فيهم ممكن تقول إن ده الستار بتاع الفرقة. ماشي، لا، كلهم نجوم، كلهم مستواهم قريبين من بعض في جميع المراكز، لدرجة إن الفرق اللي قدامنا لغاية دلوقتي مش قادرين يعملوا عليك أي تركيز مين بالذات اللي هو ممكن يتمسك او مين يعني اللي ممكن يبقى هو مفتاح الفريق. مش قادرين فعلا يعني صح. احنا الحمد لله ماشيين على مهلنا وماشيين، هم عارفين ان كل مباراه بطوله، اللي عايز يوصل للبطوله مش مهم هيلعب مين. صح. طيب انا عايز اتفضل. انا في 2019 يا فندم يعني انا شخصيا يعني املك ذكريات عظيمه جدا مع منتخب ناشئين كره اليد، كنت موجود في الاستوديوهات التحليليه لبطوله 2019، كل المباريات منتخب مصر كنت موجود فيها لحد ما كسبنا البطوله في الاخر، وده كان شيء غير متوقع للجماهير المصريه وكلنا كنا فرحانين وكان فوق توقعاتنا كمان. السنه دي هنكرر ده، نقدر نعمل ده، عندنا الامكانيات والمنافسه اللي تخلينا نوصل ان احنا ناخد لقب البطوله مره اخرى؟ نقول يا رب. يا رب طبعا. يعني احنا واخدينها، بقول لحضرتك هدف اولاني ان احنا نوصل دور الثمانيه، وهو الحمد لله احنا قاب قوسين يعني ان احنا خلاص وصلنا دور الثمانيه. بعد يوم الاثنين اللي جاي هنقابل البرازيل الساعه 6:30 توقيت القاهره. ويوم الثلاث هنقابل اسبانيا الساعه 8:30 توقيت القاهره برضو. احنا داخلين الماتشات اللي جايه دي واحنا معانا
نقطتين، يعني واخدين نقطتين احنا واسبانيا واخد بالحضرتك. فانت كده يعني فرصتك باذن الله تكسب البرازيل، يبقى خلاص انت الموضوع انت وصلت ليه لدور الثمانية، ان شاء الله. من تبقى من افضل 8 فرق في العالم. والماتش اللي بعديه باذن الله نكسب، ربنا يسهل، هنشوف هتبقى سكتنا مين، ان شاء الله. يبقى وصلنا في المربع الذهبي، ان وباذن الله باذن الله نكمل ونوصل النهائي، وباذن الله بعد كده نجيب الكاس ونجيلك يا رب يا رب ان شاء الله باذن الله باذن الله. طيب باذن كابتن الله كرام، النهارده كان في خناقه كده حصلت، مناوشات حصلت بعد نهايه المباراه، بس وانا بتفرج على المباراه ما فهمتش اصلها ايه او ايه اللي حصل خلى اللاعبين يمسكوا في بعض كده، كان ايه لا المشكله؟ هو بص، هو حضرتك المشكله ان هم مشدودين من اول الماتش، لان هم ما عندهمش اي بديل الا ان هم يكسبوا، لان التشيك كان منتخب ايسلندا. طبعا انت حضرتك بتتكلم عن منتخب ايسلندا. طبعا التشيك كسبت ايسلندا، صحيح، ماشي اوكي، والاثنين كسبوا اليابان، واحنا كاسبين اليابان والتشيك، فهم عايزين يدخلوا معانا احنا، ماشي. احنا كده كده باذن الله كنا داخلين، بس ازاي انا اخش بالنقطتين او من غير النقطتين؟ احنا طبعا عايزين نخش بالنقطتين، صحيح، تمام. فهم بقى مشدودين جدا من اول ماتش، وكان في يعني حاجات مش ظريفه جدا، ان هي بعد الفاولات او اي حاجه يبقى في زقه ملهاش لازمه، مش عارفين. هم لما وصلوا ان هم كاسبين فارق 6، فهم حسوا ان هم خلاص الماتش يعني بقى بتاعهم. جه بعد كده، وطبعا كانت في حاجه رائعه يعني حصلت، ان هي ان احنا رجعنا تاني الماتش وبقى فرق 1 فرق 2 ولينا بينالتي، المهم الحكم حسبه ان هو مش بينالتي، ان صح. هو فاول من بره الدفعه. وده بيبقى الستة لعيبه بيقفوا قدام اللعيب بتاعنا، وراح اللعيب بتاعنا راح شايطها من تحت من الارض، يعني جه على جنب شويه كده وراح شايطها من غير حركه، ماشي، ما ينفعش تحرك رجليك، وراحت جايه جون، تمام. فبقى فرق 1، وده ممكن تقول هو ده كان نقطه التحول بقى. نزلنا تاني تايم، برضو هم مش واخدين بالهم ان احنا هنلاعبهم بطريقه، احنا لعبنا تقريبا بجميع الطرق بتاعه الدفاع في كره اليد، صح، لعبنا 6-0 و5-1 و4-2 و3-2-1 و3-3، فهم فوجئوا ان احنا يعني هم مش عارفين يعملوا ايه، فوصلنا ان احنا بقينا كاسبين فرق 4، صحيح صحيح. طبعا يعني كانت نقله كبيره. هم في الاخر بقى يعني انت فاهم، لما واحد بقى خلاص، اصل انت خرجته بره الموضوع خالص، صح صح، فخرج عن شعوره بشكل لا ارادي، عشان هو كان مضغوط جدا يعني، مفهوم. ما كانتش لطيفه يعني، وهو كان باقي تقريبا 18 ثانيه يعني، صحيح، والحكام عايزين يكملوا الماتش ال 18 ثانيه، وهم بقى ايه، بقوا يلطشوا يعني، صح، وبيلطشوا فعلا. كابتن كرام كردي، انا مستني الكاس، ومستني حضرتك، ومستني اللاعبين، ومستني الله الجهاز يبارك الفني فيك. ان الله شاء الله يخليك. باذن الله ربنا ينصرنا باذن الله ويفرحونا. احنا محتاجين دعواتكم، بيحصل معانا والله، بيحصل يا فندم، بيحصل. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن كرام كردي، عضو مجلس اداره اتحاد اليد، ورئيس بعثه منتخبنا الوطني للناشئين لكره اليد في كرواتيا. انا بشكرك شكرا جزيلا.